سيداتي وسادتي، هاي. بحال تحمست شويه اكثر من القياس، ولكن ماشي مشكل. اليوم من اللوك غتعرفوني على من غنهضر. غنهضروا على الليجند، على ذا وان اند اونلي مايكل جاكسون. القضيه ديال مايكل فيها بزاف ما يتقال. نقدر نبقى نهضر لمده ديال ساعات وما نساليش، نقدر ندير لكم بزاف ديال الاجزاء وما نساليش، ولكن درت ما في جهدي باش نجمع لكم كل شيء في فيديو واحد، حتى اللي كيعرف غير الاغاني ديالو يتعرف اليوم على القصه ديالو. غادي نبداو من البدايه، واللي كيقول البدايه ديال اي شخص على هاد الدنيا كيقول الوالدين ديالو. بابا مايكل سميتو جوزيف جاكسون، وماما سميتها كاثرين سكروز. بابا وماما مايكل تلاقاو من كانت عندهم تقريبا 18 عام، تلاقاو في غيري اللي هي ما بعيدش بزاف على شيكاغو. العلاقه ديالهم تطورات، بدو كيعيشوا مع بعضياتهم، ونقدروا نقولوا بان ما كانش عندهم بزاف ديال الفلوس، وكانوا بزز بزز باش كيكملوا الشهر. في 1949 غادي يتزوجوا، وفي 16 عام اللي تابع الزواج ديالهم غادي يولدوا 10 ديال الاولاد: رابي، جاكي، تيتو، جيرمين، لاتويا، مارلين، براندن. هاد براندن هذا كان خو مارلين، تزادو هما توام، ولكن براندن مات، ماشي مات من بعد، مات مباشره من مور الولاده ديالو. وعاد من مور التوام جا مايكل، وجاو من موراه راندي وجانيت. مايكل زاد نهار 29 اوت 1958 في غيري في انديانا، فين كانوا عايشين والديه. نقدروا نقولوا بان مايكل ما اختارش الكارير ديالو، ما اختارش الموسيقى، وانما هي اللي اختارته. ماما منين كانوا صغيورين، يعني منين كيتزادوا، كتبدا تحفظهم الاغاني يعني الدينيه، ديما كيغنيو في الدار. وبابا كان خدام في معمل ديال الحديد، ولكن بطبيعه الحال ما كانتش هذيك هي الخدمه ديال الاحلام ديالو. بابا حياته كامله وهو كيحلم انه يولي موسيقي، ولكن ما قدرش. فمنين ولد ولادو قرر انه يدير داكشي كامل اللي في جهده باش يرجعهم موسيقيين، ولا على الاقل البعض منهم يكونوا موسيقيين. بحال نقدروا نقولوا بغى يحقق الاحلام ديالو من خلال ولادو، وهذه حاجه خايبه. ومع الاسف بزاف ديال الوالدين كيحاولوا يديروا هذا الشيء بلا ما يعرفوا بانهم كيدمروا حياه ولادهم. المهم واحد النهار خو مايكل تيتو غادي يمشي بالتخبيه، وغادي ياخذ الجيتار ديال باه. وواحده من الاشياء اللي جوزيف كان منع عليهم منعا كليا يقيسوها، كيحماق على الجيتار ديالو. مع الاسف واحد الخيط ديال السبيب ديال الجيتار غادي يتقطع، فتيتو غادي يموت بالخلعه، وغادي يمشي يتخبى باش باه ما يلقاهش ويعاقب. ولكن فاش باه غادي يكتشف هذا الشيء ما غيعاقبوش، غادي يمشي عنده وغادي يقول ليه علاش خديتي هذا الجيتار، وريني شنو كنتي باغي دير بها. فهنا غادي يصدمه، ولكن بطريقه اللي زوينه. غادي يقول ليه انا راه بغيت ندير جروب ديال الموسيقى. فباه قال ليه اها ولدي، ما قلتي عيب، هادشي نيت انا علاش كنقلب. وفي 1993 غادي تكريا اول جروب ديال العائله ديالهم، اللي غيكون سميتو دي جاكسون براذرز. كان فيه جاكي وتيتو وجيرمين. بداو كيشاركوا في مسابقات ديال الغناء، وجوزيف شاف فعلا بان الحلم ديالو يقدر يتحقق، لان ولادو كيغنيو مزيان وواعرين على الستيج، يعني على الخشبه. 3 سنين من مور هادشي في 1965 غادي يتزادوا جوج ديال الخوت اخرين للجروب، اللي هما مارلين ومايكل. وهنا بطبيعه الحال فين غتبدل السميه ديال الجروب من ذا جاكسون براذرز لذا جاكسون 5، وجوزيف الاب ولا جوزيف المانجر. بشويه بشويه الجروب ديالهم ولا كيتعرف، ولاو كيعيطوا لهم يخدموا في لي بار، كيعيطوا لهم لي كلوب، ولاو كيديروا شويه الفلوس، وربحوا عده مسابقات ديال الغناء، وولات عندهم سميه في هذا العالم ديال الغناء. مايكل منين كانت عنده 5 سنين كان نقدروا نقولوا حسن من خوتو في هذا الشيء. الطريقه باش كان كيشطح تلقائيا فوق الخشبه كانت كتبهر كل شيء، ونقدروا نقولوا بانه هو اكثر واحد كان مسلط عليه الضوء في الجروب ديالهم. في 1968 غادي يسنيو اول كونترا مع موتاون ريكوردز. الناس من بعد من كيشوفوا هذا النجاح كيقولوا واو، ولكن في الحقيقه حياتهم ما كانتش واو. باهم جوزيف كان محول لهم حياتهم الجحيم، كانوا من الصباح حتى الليل هما كيترينيو على الموسيقى باش ديما يكونوا حسن، باش ديما يبقاو هما الواعرين. مايكل قال بان باه ما خلاش يعيش الطفوله ديالو، بانه منين كان صغير كان عايش في العالم ديال الكبار، كبر فوق الخشبه وكبر في لي كلوب. قال بانه منين كانت عنده 7 سنين وهو كيمشي لدوك لي كلوب اللي كيديروا فيهم ستريبتيز، وكيشوف عيالات كيتعراو كاملين، واخا حنا عارفين بلي الطفل في داك العمر باش يكبر عادي ما خاصوش يشوف دوك المناظر. قال بانه كان كيشوف المدابزات في البيران، كان كيشوف الناس كيردوا على بعضياتهم، وكيشوف الرجال كيتعاملوا بحال الخنازير. قال بان خوتو الكبار كانوا كيبزوا عليه يدير راسو ناعس، وهما في نفس البيت كيمارسوا علاقات جنسيه مع بزاف ديال البنات، وهو بطبيعه الحال ما كيكونش ناعس بصح، فكيشوف فعلا دوك المناظر. ولكن مايكل ما كان كيقدر يقول والو، حيت كان كي
كيخاف بزاف من بواه. في العائله ديالهم كان الغلط ممنوع، اللي درها ولا ها جوزيف كيعاقبو. وتخيلوا ان في واحد اللقاء كان داروا مايكل مع اوبرا، قال لها انه كان كيخاف من بواه لدرجه ان شي مرات كيشوفو كيرد، وقال بان العصا كان عنده عادي، كان كيضربهم كاملين. وكيقول باللي حتى كبر بقى عنده في ودنه واحد الجمله اللي كانت كتقولها امه لبواه فاش كان كيضربو، كتقول ليه بركه عليه راك غادي تقتلو. يعني نخليكم تخيلوا الوحشي اللي كان كيتعنف بها مايكل. وحتى من الموسيقى اللي كان خصو يستمتع بها لا هو لا خوتو ما كانوش كيقدروا يستمتعوا بها، بحال كانوا كيديروها بزز. فاش كانوا كيترينيو هو كان كيجلس فواحد الكرسي وشاد الصمطه في يديه باش اللي دار شي خطا ولا ما غناش مزيان كيعطيه قتله د العصا. ونزيدكم العنف اللي كان كيمارس عليهم ما كانش جسدي فقط، كان حتى لفظي. تخيلوا انه ديما كان كيقول لمايكل بان النيفو كبير وبانه خايب. في 1971 مايكل غادي يقرر انه يلونسي الكارير ديالو سولو، يعني يولي كيغني بوحدو، ولكن في نفس الوقت طبيعه الحال ما سمحش في خوتو كان مازال معاهم. وفي 1979 نقدروا نقولوا بان مايكل ولا سولو ستار، يعني ولا معروف كمغني بوحدو ماشي مع الجروب ديالو، وهذا الشيء هذا كان بسبب الالبوم ديالو اللي سميتو اوف ذا وول. في 1982 مايكل خلى البصمه ديالو في تاريخ الموسيقى الى الابد. الالبوم ديالو تريلر هو الالبوم اللي حقق الاكثر المبيعات في العالم، خدا 7 ديال توب 10 هيتس وبقى في القمه لمده ديال 80 اسبوع، يعني في التوندونس منين كانت التوندونس فيها الموسيقى والالبومات ماشي الشوها. الالبوم ديالو اللي سميتو باد حتى هو دخل في التاريخ لانه خدا 5 ديال اليو اس بيل بورد. البيل بورد بطبيعه الحال كتعتبر من احسن الجوائز اللي موسيقي يقدر ياخذها، فنقدروا نقولوا بطبيعه الحال بان في هذه النقطه هذه مايكل جاكسون وصل كموسيقي. صافي وصل. نهار 14 ماي 1984 الرئيس رونالد ريغان غادي يعطي مايكل جاكسون واحد جائزة ديال التقدير، لأنه دائما كان كيشجع الحملات وكيعطي بزاف ديال الفلوس للجمعيات اللي كيعاونوا الناس باش يتعالجوا من الإدمان، زائد أنه كان عاون بزاف واحد الحملة اللي كانوا داروها على السياقة في حالة السكر، وسمح لهم أنهم يستعملوا الأغنية ديالو بيرة فابور بلا ما يعطوه حتى شي ريال. دابا تعرفنا على مايكل، عرفناه كيفاش وصل للقمه ديال الشهره، عرفنا عليه كاع داكشي المهم. وبطبيعه الحال حاولت نختصر لكم الالبومات وداكشي باش ما يجيش الفيديو طويل وممل، لان انا ماشي هادي هي لا بارتي اللي داير عليها هذا الفيديو. بطبيعه الحال ما درتش الفيديو باش نقول لكم شكون هو مايكل جاكسون، نقول لكم باي باي. كون ما كانش جانب اسود في القضيه ديالو ما كانش غنهضر عليه. دابا غادي نهضروا على اللوك ديال مايكل، كيفاش السيد كان كحل ولا ابيض، علاش الشكل ديالو تغير 100%. فعلا مايكل جاكسون في 1980 دار واحد العمليه اللي بدلات اللون ديالو من كحل لابيض. بزاف ديال الناس باقين لحد الان كيقولوا بان مايكل ما كانش كيرضى باللون ديال البشره ديالو، ما كانش باغي دوك الاصول الافريقيه يبقاو لاصقين فيه، ولكن الحقيقه ماشي هي هادي. مايكل ما كان عنده حتى شي مشكل مع اللون ديالو، وانما هو تصاب بالمرض ديال الفيتيليغو اولا اللي كنعيطوا ليه حنايا البرص، يعني البيغمونطاسيون ديال البشره ديالك كتبقى تمشي في شي مناطق، وداك البرص كيف ما كنقولوا بالدارجه كيدلع ويقدروا يوليو بحال واحد الطاشات بيضين في الجسم كامل ديال الانسان. هذا المرض هذا بدا هو في العشرينات ديالو ومن اشهر الناس في الكره الارضيه، فما كانش كيرضى بداك التغيير اللي ولا عنده في اللوك ديالو، ووصل لدرجه ان داكشي تسبب ليه في اكتئاب وما بقاش كيقدر يشوف راسو في المرايه. وهذا المرض ديال الفيتيليغو اولا البرص هو السر في هذه الليغا اللي تعرف بها مايكل، حيت واحد اليد كانوا عنده فيها بزاف ديال ليطاج فاجته الفكره ديال انه يدير الليغا، ولكن بقى كيديرها حتى من بعد فاش كان كله بيض، حيت قال بانه فاش كيكون كيشطح الناس كيركزوا بزاف مع اللي ديالو البيضة اللي فيها بحال هاد الديامون، فكيبانوا ليهم الحركات ديال الرقص ديالو مزيان. بزاف ديال الناس اتهموه بانه كان كيستعمل البليتش باش انه يبيض البشره ديالو، اللي هو تقريبا نقدر نقول بحال جافيل، غير داك البليتش بطبيعه الحال اللي كيستعملوا في الجسم ديالهم فكتكون ماده ديال التجميل اللي ماشي مشكل ديروها في لابو. وهذا الشيء هذا شويه عصب الفانز ديالو اللي كانت البشره ديالهم سوداء، حيت كيف ما قلت لكم قبل حسوا بانه ما راضيش باللون ديالو، انه ما بقاش باغي يكون من البلاك كوميونيتي، بانه ولا باغي يولي بيض بزز. ولكن مايكل ديما كينكر هذا الشيء، وحتى في اوبرا قالها، قال انا ما عمري ما استعملت البليتش، انا كنت كنستعمل بزاف ديال الماكياج باش نرجع الجسم ديالي كله هكاك لان كان فيه بزاف ديال ليطاج. وصل لواحد الحد ديال المرض اللي الجسم ديالو ولا بيض اكثر من كحل، فقرر انه يدير عمليه باش يحيد دوك ليطاج الكحلين، حيت بطبيعه الحال البرص حنا عارفين بانه ما كيبراش، فاش كيمشيو دوك لي بيغمون من البشره وكتولي بيضه مستحيل انها ترجع للون ديالها الاصلي. ومن غير اللون ديالها
ديالو بطبيعة الحال غادي نلاحظوا واحد التغيير خيالي في الوجه ديالو، الملامح ديالو ما بقاوش هما هادوك. وغادي نقول لكم هاد التغيير هذا كيفاش بدا وعلاش. مايكل واحد المره كان كيغني فوق الخشبه وطاح وهرس نيفو، فبطبيعة الحال مشى للسبيطار، وفي السبيطار غادي يقولوا ليه بانه خاصو يدير عمليه في النيف. ولكن مع الاسف ديك العمليه كانت غير ناجحه، وماشي غير ناجحه غير في الشكل، السيد ما بقاش قادر يتنفس، ما بقاش قادر ينعس مزيان. ففي 1981 دار العمليه ديال النيف ديالو الثانيه، وباش انهم يقدروا يصلحوا ليه النيف ديالو، وباش يصلحوا ليه النيف ديالو رجعوا ليه صغور. وكنظن بانه حتى هو قال لهم صغروه ليا شويه من داك العقد النفسي اللي نما فيه باه من كان صغير، كان كيقول ليه دائما نيف كبير. المهم هادشي ما غاديش نقدروا نعرفوه لانه هو ما عمره ما هضر عليه، وهو قال بان ديك الطيحه ديالو في ستيج كانت هي السبب ديال العمليه ديالو الوحيد. المهم مايكل ما عنده زهر، لانه في 1994 غادي يكون كيصور واحد الاشهار مع بيبسي، وفي داك ستيج اللي كان كيصور فيه شعلات العافيه، راسو كامل تحرق ليه، شعره كامل تحرق، وهادشي اللي دفعه انه يدير عمليات ديال التجميل اخرين باش يحاول يصلح داكشي اللي تخسر بالعافيه. من بعد على حساب ما كيقولوا الناس، هو بطبيعه الحال ما قالش هادشي، ولكن بزاف ديال الناس اللي كيفهموا في التجميل قالوا بانه صغر جبهته وجبدها، بانه طلع حجبانه، وبانه دار البوتوكس. كيقولوا حتى بانه زاد فحناكو وبدل الفم ديالو. المهم هما تصاور قدامكم شوفوا نتوما اصلا شحال هادي كانوا هاد العمليات دوك يصدموا، وكانوا الفانس كيتشوكاو منين كيكتشفوا بان داك لارتيست اللي كيبغيو دير هاد العمليات ديال التجميل. اما دابا فهاد العصر اللي حنا عايشين فيه ولا هادشي عادي جدا، ولاو كاع الناس في انستغرام ويوتيوب كيديروا الاشهارات الاطباء ديال التجميل، وحتى الناس اللي كيديروا التجميل هما ماشي اطباء. المهم هذا موضوع اخر نسكت حسن. حاجه اخرى اللي كان مايكل دايرها هي التاتو في حجبانه، ما عرفتش واش بغى يبدل الشكل ديالهم اولا مشاو ليه من مور الحريق. المهم كان داير فيهم التاتو، وكان داير التاتو حتى في البديه ديال شعره باش يبان زعما بان شعره قوي من القدام. الحياة الشخصية ديال مايكل جاكسون كانت غريبة بزاف، كنظن بأن حتى شي واحد في الدنيا ما عايش بحال اللي كان عايش هو. كان عنده واحد القصر ولا فيرما ولا ما عرفتش نعيط لداك الشيء كبير بزاف، وكان مسميه نيفرلاند رانش. هاد السمية هادي منين جابها؟ هي كانت السمية ديال البلاصة اللي عايش فيها بيتر بان، وبطبيعة الحال بيتر بان راه ماشي شخصية حقيقية كنشوفو غير في التلفازة، فهو استوحى السمية من بيتر بان وسماها نيفرلاند رانش. نيفرلاند كانت النص ديالها دار عادية، والنص ديالها كان بارك ديال الألعاب بحال داكشي ديال ديزني، نقدروا نقولوا بحال لافوار، في دوك الطوموبيلات اللي كيتساطحوا، في دوك اللعيبات اللي كتطلعوا فيهم باش كيدوخوكم، في واحد الزو كبير كان عنده الزرافات، كان عنده السبوعه، كاع الحيوانات اللي كاينين في الزو. باي ذا واي ما كانش شجع حتى شي واحد يدي وليداتو للزو، حيت دوك الحيوانات ما عايشينش في البلاصه ديالهم الطبيعيه، وما خصناش نشجعوا دوك الناس مساكن اللي كيديروهم في القفوزه باش حنا نمشيو نشوفوا سبعه زرافه. المهم انا ما كنحملش الزو، ما عمري ما مشيت ليه، وما عمري ما نحط فيه رجلي اولا ندي ليه ولادي الا كان عندي شي نهار. وهذه غير نصيحه، وانتم ديروا اللي بغيتوا. السبب اللي خلى مايكل يبني نيفرلاند هو انه ما كانش كيقدر يخرج برا ويعيش حياه طبيعيه. فين ما مشى كانوا الباباراتزي كيصوروه، كانوا المعجبين ديالو كيتكبوا عليه، فهو كخيا العالم ديالو بوحدو اللي كيدخل ليه وكيقدر يسد عليه الباب. ولكن هاد العالم ديالو ما كانش كيستغلو بوحدو، كان كيجيب حتى الوليدات اللي مراضين مثلا اللي فيهم الكونسير، وكتكون المناعه ديالهم اولا البنيه ديالهم الجسديه ضعيفه، فما كيقدروش يلعبوا مع وليدات اخرين، ما كيقدروش يمشيو للبارك، وهو كان كيجيبهم عنده باش يعيشوا داكشي في نيفرلاند. 1993 غادي ينوض واحد سكاندال على مايكل، واحد الولد اللي عنده 13 عام وسميتو جوردن شاندلر غادي يتهم مايكل بانه تعدى عليه جنسيا في نيفرلاند. قال بانه بدا كيبوسو وبانه بز عليه يدير شي حاجه بفمو بيديه، المهم راكم فهمتوا. ولكن داك الولد من غير الاقوال ديالو ما كان عنده حتى شي دليل، ومايكل قال لهم بان هاد الشهاده ما كاينش، بانه ما عمره ما قاسو، وبان هذا غير شي واحد كيحاول يدمر ليه الصوره ديالو. وفعلا غيتحكم على مايكل ببراءه، وهاد الكيس هادي غادي تسد. مايكل ما غاديش يخلص في المحكمه، ولكن غيخلص بطريقه اخرى. بيبسي غادي يسدو مع الكونترا ديالهم، وكان غادي يمثل في واحد الفيلم واعر اللي تانولا، حتى الصوره ديالو تقاتت بزاف. شحال من واحد ولا كيتهمو بانه كيبغي الدراري الصغار، داكشي علاش ما تزوجش، داكشي علاش ما عندوش صاحبتو، داكشي علاش ما والدش. وهاد الاتهامات هادو اثروا عليه بزاف. هو اصلا كان مازال كياخد الدواء من العمليه اللي دار من مور الحريق، وبدا كيكثر من لادوز ديال ديك الدواء، ونقدروا نقولوا كيتدروغا بيه. عام من مور هاد الشيء في 1994، مايكل غادي يتزوج بواحد البنت اللي سميتها ماري بريسلي، اللي هي بطبيعة الحال بنت المغني المعروف إلفيس بريسلي. بزاف ديال الناس ما تيقوش هاد الزواج هذا، حسوا بأنه زواج متفق عليه غير باش يقادو شوية الصورة ديال مايكل اللي تخسرات من بعد داكشي اللي اتهموه به. وكنظن بلي الناس كان عندهم الحق، لأن هاد الزواج هذا غادي يدوم فقط عامين. في 1996 مايكل وماري غادي يتطلقوا، وغير شهورا من بعد الطلاق ديالو غادي أنونسي للفانز
ديالو للعالم بانه غادي يولي اب، ولكن الام ماشي هي ماري الاكس ديالو. الام سميتها ديبي روي وكانت مختصه في الامراض الجلديه، وماركو كان كيعرفها لمده ديال سنوات، وفعلا مور ما حملات غيقروا انهم يتزوجوا، ولكن غيتزوجوا في استراليا ماشي في امريكان. فنهار 13 فبراير 1997 غادي يتزاد ولدهم الاول اللي سميتو مايكل جوزيف جاكسون. وغير عام من بعد نهار 3 أفريل 1998 غادي تزاد بنته الثانيه باريس، ولكن غير عام من مور ما تزاد باريس في اكتوبر 1999 غادي يتطلقوا، وكانت ديبي هي اللي طلبت الطلاق ماشي مايكل. 3 سنين من مور الطلاق ديالو في 2002 غادي يولد ولدو الاخر، ولكن غادي يولدو بسارغيت، يعني هذوك العيالات اللي كيبقاو يحملوا في بلاستك. وصراحه ما عرفتش شكون مول داك الولد، واش ديبي ولا مرة اخرى. العام اللي تولد فيه ولدو الصغير غادي يوقع واحد سكوندال اخر. مايكو كان في واحد لوتيل، والتحت كانوا الفانز ديالو قالوا المعجبين كيتسناوه بالعرارم، وبقاو كيطلبوا منه يطلم الشرجم كيطلبوها منه. وفعلا هو قبل، فاش طل كان هاز ولدو في يديه وشدو بحال هكا كيحاول زعما يوريه للمعجبين ديالو، ولكن الصحفيين كانوا تما كيتسناوه. وفعلا صوروا ديك اللقطه وبداو كيكتبوا بان مايكل تسطى، بانه كيعيش ديبرسيون، بانه ما بقاش باغي ولدو ولا باغي يلوحو من البالكون، بحال الا فعلا شي واحد مصيفطهم باش يخسروا الصوره ديالو، عرفتي غير تابعينه كيتسناو يدير شي حاجه قد هكا باش يشوهوه. العام اللي من مور هادشي في 2003 مايكل غادي يصور واحد دوكيومونتير كان سميتو ليفين ويز مايكل جاكسون، وكان كيوري الحياه ديالو كيفاش عايش في نيفرلاند. وفي داك البرنامج مايكل بين ليهم بان الوليدات الصغار باقيين كيجيو عنده، يعني حتى شي حاجه ما تبدلات، وبانوا حتى شي لقطات بانه كينعس معاهم في نفس الناموسيه، كيكون معاهم في نفس البيت، كيعوم معاهم. وهادشي اللي بين مايكل جاكسون ما غاديش يعاونو، حيت غير شي شهوره من بعد البوليس غادي يشدو مايكو بالتهمه ديال التعدي الجنسي على عده اطفال. البحث في هذه القضيه هذه غادي يطول، وغادي تكون المحكمه حتى لفبراير 2005، يعني عامين من مور هذا الشيء. في المحكمه غادي يجيو دوك الاطفال كاملين، جوج منهم اللي سميتهم غافين وجيزن غادي يبقاو شادين في هضرتهم، وغادي يعاودوا داكشي اللي دار لهم مايكو، ولكن الوليدات الاخرين كاملين غادي يبدلوا الاقوال ديالهم وغايقولوا بلي داكشي كاع مطرى. فالمحكمه غادي تحكم على مايكل ببراءه، ولكن الناس ما غاديش يسكتوا، غيبقاو شاكين، شكوا بانه يمكن عطى الفلوس، يمكن هدد العائلات باش ولادهم يبدلوا الاقوال ديالهم. وجاتهم ماشي عادي انه للمره الثانيه دخل في هذه القضيه ديال اغتصاب الاطفال، ولكن بطبيعه الحال المحكمه اللي كتاخذ هذه القرارات ماشي الناس. فهي المحكمه قالت بان مايكل بريء، فغيكون بريء بزمن كل شيء. نهار 24 جوان 2009 مايكل كانت عنده 50 عام. هذاك النهار كان عنده التدريبات لانه كيوجد الكامباك ديالو او العوده ديالو، والناس اللي كانوا مع هذاك النهار في ستيج قالوا بانه كان ناشط، بان كانت فيه الحيويه، كان فرحان ومتحمس. فاش سال التدريبات تلقى مع المعجبين ديالو في الدخله، سلم عليهم وفرحوا بهم، بعد مشى للدار. فاش غادي يمشي للدار غادي يتشكل الطبيب ديالو كونرد ميري بانه عيان بزاف وفيه لانسومني، يعني ما كيقدرش ينعس. فكونرد غادي يعطيه عده ادويه باش يعاونو انه ينعس. كان معاه تما نيت في الدار، وبقى معاه في بيتو حتى نعس، وبقى معاه في بيتو حتى نعس مع ديك 12 تقريبا. من بعد غادي يخرج واحد المده قصيره من البيت، وفاش غادي يرجع غادي يلقى مايكل فقد الوعي، وماشي غير فقد الوعي، ما قادرش يتنفس. قاس ليه قلبه، قال بان قلبه كان كيدق ولكن بشويه، فبدا كيحاول يدير ليه السي بي ار، ولكن السي بي ار اللي كان كيدير ليه داروا ليه فوق الناموسيه، واخا معروف بان السي بي ار بالطريقه الصحيحه كيدار فوق شي حاجه اللي قاصحه، ما تقدرش ديروا الانسان في الناموسيه وهو اصلا كيهبط وكيطلع. زائد ان الطبيب كونرد ما طلبش المساعده وما عيطش للاسعاف لمده ديال 30 دقيقه. قال حقا ما حقا ما عيطش ل 911 لانهم كانوا غيسولوني على لادريس ديال مايكو، وانا ما حافظهاش مزيان، فما كنتش عارف شنو نقول ليهم. ريلي المهم من بعد 30 دقيقه عاد علم السكيورتي، والسكيورتي هما اللي عيطوا على الامبولانس. Sir, I have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we're trying to pump him, but he's not breathing, sir. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50, okay. He's unconscious, he's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either? He's not conscious, sir. Okay. All right, do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay. Okay, let's get him down to the floor. I'm going to help you with CPR right now, okay? We need him. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm going to do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR or anything, sir. Oh, okay. Well, we're on our way there. If your guys are doing CPR and you're instructed by a doctor, he has a higher authority than me.
and he's there on scene. Okay. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so did the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? If you can please. We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay. We're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Call us back if you need any help. Bye. Thank you. Yes, sir. Bye. الامبولانس فعلا غادي تجي بسرعه والمسعفين غيبداو يديروا السي بي ار لمايكل لمده ديال 42 دقيقه. من بعد ديك 42 دقيقه عاد غادي يديوه للسبيطار، وساعه من مره وصل للسبيطار علنوا على الوفاه ديالو. مايكل جاكسون مات مع 2:26 دقيقه ديال العشيه نهار 25 جوان 2009. في الكلينيك غادي يشكوا في هذا الموت ديالو الغريب، فغيقروا انهم يديروا لوتوبسي، والطبيب ديال التشريح غادي يقول لهم هذا قتل، لان السيد واخد دويات اللي ما خصهمش يتخلطوا مع بعضياتهم اللي كيقدروا يقتلوا الا تخلطوا. واخد واحد الدواء مخدر اللي ما نقولش السميه ديالو، اللي الا تزاد شويه بلا دوز كيقدر يتسبب في سكته قلبيه ديك الساعه. فاش البوليس غادي يمشيو لدارو باش يقلبوا الدوايات غادي يلقاو العجب، غادي يلقاو بزاف القرعات ديال الدواء اللي مبدل لهم السميات، يعني في ليتيكات راه كاينه سميه ولكن الدواء اللي لداخل ماشي هو اللي في السميه، دواء اخر. كان عنده الدوايات ديال ستريس، الدوايات ديال الانسومني، والاطباء شاكين بانه كان كياخد دوايات اللي ما محتاجش ليهم، اولا بمعنى اخر كيتدروغا بالدوايات. فالطبيب ديالو كونر بطبيعة الحال ما غيسلتش منها، غادي يشدوه بتهمه ديال القتل غير عمد، وفي المحكمه المحامي ديال مايكل غادي يجبد هاد لوديو هذا وغادي يقول لهم بان كونر ديما كان كيدروغيه، ديما كان كيعطيه الدويات اكثر من القياس. Nothing like this in my life. Go. I've never seen nothing like this. Go. It's amazing. He's the greatest entertainer in the world. I'm taking that money. I'm marrying children's. The biggest in the world. Why do we have to do the hospital? ما سمعتوا في هذا الاوديو هذا مايكل مدروغي وكيدخل ويخرج في الهضره. فالمحكمه غادي تحكم على الطبيب بربع سنين، قالوا ليه بانه عنده دور في الموت ديال مايكل، ولكن كونراد ما غاديش يدوز ديك ربع سنين، غيدوز غير عامين وغادي يخرج. حقا ما حقا خرجوه بحسن السلوك ياك اخويا، واخا خرج بطبيعه الحال راح يدو ليه الرخصه ديالو باش يمتهن بها الطبيب، ولكن الناس شاكين بان راه كاين شي يد خفيه اللي خرجت كونراد، لان المهمه ديالو سالات. اتهموه الناس بان شي واحد صيف غير باش يقتل مايكل. الموت ديال مايكل كان صادم بالنسبه لعائلته، واخا هما ما خرجوش في الميديا ما هضروا ما والو، حيت خواتاتو اكثريات جانيت كانوا كيحاولوا يحميوا الاطفال وما يعرضوهمش للصحافه ويخليهم يعيشوا داك الحزن ديالهم في خاطرهم. والمحبين ديال مايكل كانوا كل نهار كيمشيو لنيفرلاند وكيديو له ريضات وكيشعلوا الشميعات وكيجلسوا تما باش يعبروا على الحزن ديالهم بالفقدان ديال مايكل. القضيه ديالو ما غاديش تسالي هنا، لانه من مور الموت ديالو عرام ديال الدراري خرجوا وبداو كيقولوا بان حقا ما حقا مايكل اغتصبهم. واحد جوج من دوك الدراري اللي قالوا بان مايكل اغتصبهم كبروا بطبيعه الحال، واحد سميتو ويد روبسون والاخر سميتو جيمس. غادي يديروا واحد الفيلم وداك الفيلم سميتو ليفين نيفرلاند، يعني المغادره ديال نيفرلاند اللي هي كانت الدار ديال مايكل. وفي داك الفيلم غادي يبداو يهضروا على كيفاش مايكل جابهم لنيفرلاند وكيفاش كان كيتعدى عليهم جنسيا، ولكن نادو كيقولوا لهم علاش دابا عاد بنتو تمات، علاش ما بنتوش قبل، وعلاش بغيتو تركبوا على هاد الموجه ديال الموت ديالو وصلت بكم الدرجه انكم درتو فيلم كاع. ولكن كيف ما كاينين هاد الناس اللي جاو ضدهم، بطبيعه الحال كاينين الناس اللي جاو معاهم وتيقوهم. ومن هاد الناس هادو وحده من الخادمات ديالو اللي خدمت عنده في نيفرلاند ربع سنين من 1990 ل 1994. هاد الخادمه قالت بان مايكل كان اكبر مانيبيولاتور، بانه كان عنده جوج وجوه، بان ما كانش عنده الاصدقاء وكيبغي يدوز الوقت ديالو كامل مع وليدات صغار، فقط ولاد. قالت بانها ديما كانت كتشوفو ناس معاهم في نفس الناموسيه وكيدوش معاهم، ومنين لا غد ليه كانت كتمشي تنظف كتلقى الملابس الداخليه ديال دوك الدراري الصغار حدا الجاكوزي مليوحين، وكتلقى بزاف ديال القرعات ديال الفازلين في الدار كامله. حتى هي شكو الناس في هضرتها، قالوا منين كنتي كتشوفي هادشي بعينيك، علاش ما مشيتيش عند البوليس ولا هضرتي شحال هادي؟ قالت لهم حقا ما حقا كنت خايفه. ودابا سبحان الله من مور الموت ديالو ما بقاتش
خايفه وتحليها اللسان. المحامي ديالو اختو لتوريا كيقولوا بان هذا الشيء غير ممكن، بان مايكل كان ظريف بزاف وكانوا غير كيبقاو فيه الدراري الصغار وكيبغي يعيش معاهم الطفوله ديالو اللي ما عاش. قالوا بان هذا التشويه ديال السمعه طرف من الخطه اللي دارت ضد مايكل، ولتوريا كتقول بانها متاكده وعارفه بان اخوها تقتل. مايكل شحال من مره كان كيقول ليها بانهم غادي يقتلوه وبانه خايف على حياته، انهم الناس لصقوا معاه الماسونيه. لتوريا في واحد الانترفيو قالت بانهم كانوا كيتحكموا ليه في الكارير ديالو، في الفلوس ديالو وفي حياته كامله. قالت بانها عارفه بان الطبيب ديالو هو اللي قتلو، ولكن هما اللي مصيفطينو. فمن مور هاد الانترفيو ديال لتوريا، داكشي اللي كانوا شاكين فيه الناس بحال اكدتو ليهم، فهموا بان كانت شي قوه متحكمه في الحياه ديال مايكل، داكشي علاش كانت حياته غريبه. كاين شي ناس كيقولوا بانه صنع عقد مع الماسونيه، هما اللي طلعوه وشهروه وعطاوه الفلوس، ولكن وصل لواحد الحد من حياته اللي بغى يخرج. وبطبيعه الحال نتوما عارفين اللي كيبغي يخرج من داك العالم كيموت. كاين واحد التسجيل هاتفي ديال مايكل براسو كيقول الطبيب ديالو بانهم بغاو يقتلوه، ولكن قال ليه ما نقدرش نقول لك شكون هما في التليفون. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people. Don't want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. Who could do this? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Teacher. I don't care. They can take me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. Michael. في 2020 كانت لي فيريفي غادي يكون لايف، وقالوا بان مايكل جاكسون بان. هذاك اللايف بقى غير ثواني قصارين وحبس. فهنا عاوتاني بداو بزاف ديال النظريات على هذا اللايف. كاين اللي قال بان مايكل جاكسون ما ماتش، بان الماسونيه كانوا باغين يقتلوه، فهو دار هذا الشيء كامل باش هما يظنوا بانه ميت، ولكن هما ماشي مكلخين، هما راه كيتحكموا في هاد الناس كاملين، ما كنظنش بانه يقدر يديرها بيهم. ولكن بزاف ديال الناس قريت حتى في ريديت بان كيقولوا متاكدين ان مايكل جاكسون باقي حي وعايش شي بلاصه اللي حتى شي واحد ما غادي يعرفها، بأن داك الموت ديالو كامل كان غير فيلم. كانت هذه القضية ديال مايكل جاكسون. بطبيعة الحال مازال بزاف ديال الديتاي، مازال بزاف ما يتقال. راه قلت لكم نقدر ندير لكم 5 ديال الأجزاء وما نساليش، ولكن بطبيعة الحال أنا بغيت نلخص لكم، بغيت فيديو وحدة تفهموا منها القصة كاملة ديال مايكل، وداكشي اللي ما قلتوش راهم غير دي ديتاي اللي ماشي مهمين في القضية. بغيتكم تقولوا لي شنو بان لكم في الموت الغريب ديال مايكل. واش الموت ديالو والقضايا ديال الاغتصاب سبوهم فعلا الماسونية حتى بغى يخليهم، أولا يمكن هما عرضوا عليه ينضم ليهم وفاش ما بغاش داروا ليه هذا الشيء؟ شنو بان لكم في الطبيب ديالو؟ واش بان لكم بأن مصيفطوا شي واحد؟ حيت ما يمكنش طبيب عنده ضمير يبقى يعطي بحال هكاك الدويات بلا حساب. انا غنهبط دابا نقرا النظريات ديالكم. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، راه درت ما في جهدي باش نلخص لكم كل شيء. وانا نقول لكم السلام عليكم، تهلاو فراسكم، نتلاقى معكم في لا فيديو الجايه. باي باي.